كان لازم انتوا اللي لازم تجيب انت بنفسك. اه طبعا اه طبعا اه طبعا يعني انا ما شفتش هناك خالص مناديب لشركات او حد بيقدم لحد، دي التجربه بتاعتي. لا كانت كل الناس الموضوع كانت سهل كمان، بتقدم. انت مش صعب. اه يعني ما فيش مشكله. في برضو كمان حاجه لفتت برضو انتباهي، في بعض السفارات لما بتدخل جواها او حتى المكاتب اللي تابعه للسفارات بيقول لك اقفل التليفون او بياخد التليفون او حاجه زي كده. لا هم هناك ما كانش فيه الكلام اللي زي ده. يعني انت حتى لو مثلا بتشتغل من البيت او ممكن تخلص الشغل بتاعك في طوال الفتره دي من التليفون او حاجه زي كده، او لو معاك اللابتوب، لا دي برضو ما فيهاش برضو مشكله، لان انا شفت ناس كتير كانت اوريدي ماسكه التليفون او الناس كانت بتشتغل على اللابتوب بتاعها وبتخلص الشغل بتاعها، فهم برضو ما يعني ما عندهمش خالص مشكله في حاجه يعني زي